المراقبة أيها الإخوة الحقيقة مقام كبير، أن تراقب الله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعله أعلى مقام، سماه مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام، يخاطب أحد أصحابه وهو عبد الله بن عباس، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن الأمر كله بيد الله، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إذاً الشيء الأول أن تراقب قلبك. سيدنا عمر قال: تعاهد قلبك، القلب بيت الرب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. البيت منظر الرب، طهرت منظر الخلق سنين، تعتني ببيتك، بغرفة الضيوف، تعتني بثيابك، بمركبتك، تعتني بمدخل بيتك، تعتني بمكتبك التجاري، طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظر ساعة؟ لذلك هناك من المقصرين من يكون الله أهون الناظرين إليه، يستحي من صديق، يستحي من أستاذ، يستحي من قريب محترم، ولا يستحي من الله. لذلك المراقبة درجات وأنواع، لكن أبرزها أن تراقب قلبك، هل يحب غير الله؟ هل يعتمد على غير الله؟ هل يرجو غير الله؟ هل يخاف من غير الله؟ هل يتوكل على غير الله؟ مراقبة القلب، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. أيها الإخوة الكرام، البند الثاني مراقبة اللسان. هلأ القلب ساكت، خواطر، في خواطر لا ترضي الله، في خواطر فيها معاصي، في خواطر فيها حقد، في خواطر فيها حسد، في خواطر فيها تشفي، في خواطر فيها قيد. راقب قلبك، إذا أحسنت مراقبة قلبك راقب لسانك. قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. يعني مرة قرأت بمجلة هيك تعليق، أنه أنت أخلاقي لأنك ضعيف، وأنت ضعيف لأنك أخلاقي. يعني ما من كلمة تسفه الأخلاق كهذه الكلمة. لماذا أنت أخلاقي؟ لأنك ضعيف. ولماذا أنت ضعيف؟ لأنك أخلاقي. هذه الكلمة الذي كتبها قد لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. أيها الإخوة، مراقبة اللسان. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. روى الطبراني بإسناد جيد على شرط مسلم عن شقيق قال: لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفا ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم
في لسانه. أيها الإخوة، شيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته. وفي المسند عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ألم تقرأ قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها الإخوة، المراقبة الأولى مراقبة القلب، تعاهد قلبك. أخوك أصابه خير فتألمت، مؤشر خطير. لو أنك تراقب قلبك لقلت: هذه صفات المنافقين، إن تصيبك حسنة تسوء. إذا أصاب أخاك خير فتألمت، هذه علامة النفاق. وإن أصاب أخاك شر ففرحت، هذه علامة النفاق. لو لم تفرح ارتحت، ما تكلمت ولا كلمة، لكنك ارتحت لهذا المصاب الذي ألم بأخيك، علامة النفاق. هي مراقبة القلب، أن تراقب قلبك، أن تحاسب في حسد، في غيرة، في حقد، في تشفي، في شرك، في تعلق بغير الله، في اعتماد على المال فقط، اعتماد على صديق قوي فقط. والصحابة الكرام ومعهم سيد الأنام، وفي معركة فاصلة في حنين قالوا: لن نغلب من قلة، اعتمدوا على عددهم فخذلهم الله عز وجل. هذا القلب. اللسان ينبغي أن تعد كلامك من عملك. أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كيف لا نؤاخذ؟ قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قصيرة يا رسول الله. قال: يا عائشة، قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. قصيرة. ثالثا، مراقبة الجوارح، مراقبة العين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله عز وجل قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لذلك أفضل إيمان أن تؤمن أن الله يراقبك وأنك تحت المراقبة، وإن ربك لبالمرصاد. أيها الإخوة، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. هذا بند ثالث، مراقبة الجوارح. هل ينطق هذا اللسان بالباطل؟ هل تنظر هذه العين إلى عورة؟ هل تستمع هذه الأذن إلى أغنية؟ مراقبة الجوارح. هل تبطش هذه اليد؟ هل تتحرك بالباطل؟ هل تقودك رجلاك إلى مكان منكر؟ مراقبة القلب أولاً، ثم مراقبة اللسان ثانياً، ثم مراقبة الجوارح ثالثاً. الآن مراقبة الخلق والسلوك والنفوس والمشاعر. اتق الله حيثما كنت، في إقامتك وفي سفرك. اتق الله مع الناس وفي خلوتك. وأنا أبشر أن الذي لا يختلف بين خلوته وجلوته، ولا بين إقامته وسفره، ولا بين ما يعلن وبين ما يضمر، هذه بشارة طيبة جدا. يعني ظاهرك كباطنك، وباطنك كظاهرك، سرك كعلانيتك، وعلانيتك كسرك، خلوتك كجلوتك، وجلوتك كخلوتك، سفرك كإقامتك. يعني كثير في مسلمين أو مسلمات في بعض البلاد لمجرد ركوب الطائرة خلع كل شيء وبدت امرأة متفلتة،
محجبة فقط في بلدها، إن هناك مراقبة شديدة. هذا دين جغرافي، هذا دين جغرافي في بلدك دين، أما إذا سافرت ينتهي كل شيء. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أحيانا يكون في تطرف، يعني الدين يضغط في الضبط، ضبط المشاعر والجوارح مع المرأة جيد، لكن بكسب المال في كسب حرام. وأحيانا الدين يضبط في الكسب الحلال وفي التعامل مع الناس، أما مع المرأة في تساهل كبير جدا. يعني أحياناً الضبط بالعبادات فقط، لا بد من ضبط شمولي، أن تضبط قلبك، أن تراقب قلبك، وأن تراقب لسانك، وأن تراقب جوارحك، وأن تراقب كسب المال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حلال أو حرام. من أين أصاب المال؟ من حلال أو حرام. وأطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وإن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطروا. في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن التجار هم الفجار. قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون. أضع بين أيديكم المجالات التي ينبغي أن نراقب الله فيها: قلب مجال، اللسان مجال، الجوارح سمع بصر، يد رجل مجال، كسب المال مجال، الخلق والسلوك والمشاعر مجال. الآن مراقبة الله في القوة والعافية، يعني أنت قوي شاب، كنت بتعزية، الآن رجال ينتظرون المصعد، أما شاب هبط إلى الطابق الأرضي بشكل لا يصدق، شاب في مقتبل الحياة. القوة ينبغي أن تكون في طاعة الله. كنت مرة في الحج، والله ما غبطت من الحجاج إلى الشباب، شاب نشأ في طاعة الله، يطوف بهمة عالية ويسعى ويخدم الحجاج. يقول الله عز وجل: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني سيدنا موسى حينما سقى للمرأتين رأى العمل الصالح، والفقر الحقيقي فقر العمل الصالح. لكن أحياناً مع القوة والشباب والوسامة والجمال والأناقة والغنى بنشأ حالة خطيرة، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما هو أكبر من الذنب؟ قال: العجب العجب، تعتد بحالك، تعتد بشكلك، تعتد بطولك، تعتد بوسامتك، تعتد بأناقتك، تعتد بنسبك، تعتد بوصيفتك، بمركزك، بشهادتك، بمكانتك، تشعر أنك فوق الناس. قال: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. العجب العجب. عالم جليل توفاه الله عز وجل، اضطر لإجراء عملية في بريطانيا، وانهالت الرسائل بشكل عجيب، إلى أن أقيم معه ندوة في الإذاعة البريطانية. سئل: ما هذا المقام الذي حباك الله به؟ فاعتذر، فلما ألح عليه في السؤال أجاب إجابة رائعة، قال: لأنني محسوب على الله. كلمة محسوب ما فيها كبر ولا فيها عجب، فيها تواضع، لكن أنا يعني محسوب على خالق الأكوان،
لأنني محسوب على الله. وسبحان الله، أنا أستمع أحياناً من كبار العلماء أنه أنا طالب علم، أرى هذه الكلمة فيها أدب جم. أنا طالب علم، نحن معاشر العلماء، شو الحقيقة؟ قول أنا طالب علم. أنت طالب علم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الآن في مراقبة من نوع آخر، مراقبة الله عز وجل في الوقت. أحيانا يضيع من الوقت كم كبير لهدف حقير. أنت وقت، رأس مالك الوقت، أثمن شيء تملكه هو الوقت، ينبغي أن ينفق بترشيد. لذلك الآن في إدارة الوقت، لا يعقل أن تستهلك استهلاكاً رخيصاً. يعني الآن لاحظ أكثر احتفالاتنا، الأكابر بيجوا بعد ساعة، بتلاقي الاحتفال 3 ساعات، وقت طويل. لما لا يكون ساعة ونصف والكل يحضرون بأول الاحتفال؟ لا، بيمتد 3 ساعات. عملياً ما في إنسان في عنده وقت يقعد 3 ساعات، فبيجي يا بالأول أو بالآخر، فبتلاقي فايتين طالعين. أنت اجعل وقت محدد 1.5 ساعة، الكل يأتون. كثير في حالات تضيع وقت كثير. مرة نزلت إلى الطريق، طريق الصالحية، 10:30 ولا محل فاتح، بتلاقي ما في حركة بالشام بتتم قبل 11:30. غير بلاد 5:00 ما في محل بالطريق. امتداد الوقت يضيع، أو الوقت يضيع بلا ثمن. أنت وقت، رأس مالك الوقت، أثمن شيء تملكه هو الوقت. لو ضبطت المواعيد لرشد استهلاك الوقت، لو ضبطت الاحتفالات لرشد استهلاك الوقت، لو ضبط كل شيء بنظام لرشد استهلاك الوقت. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أفناه. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم الله بعمره السمين، قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. علماء كبار تركوا مئات المؤلفات، مئات. أما الناس بتفاهة ما بعدها تفاهة، لا يعمل ولا يقدم إلا أنه يستمع ويشاهد ويعلق، كل موقف سلبي دائما. أنا بالخطبة ذكرت أنه من أدق معاني الهجرة أن تكون إيجابية. السلبية والتلقي والانسحاب وعدم الاهتمام بقضايا المسلمين، هذه سلبية خطيرة. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. هذه الأسئلة مسربة، تفضل. الأسئلة التي سوف تسألون عنها يوم القيامة سربت أبدا. عن علمك ماذا عملت به؟ عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ عن عمرك فيما أفنيته؟ عن شبابك فيما أبليته؟ والله مرة أخ يعمل في أعمال لا ترضي الله أبدا، طبعا قبل أن يكون أخا لنا، لكنه تاب عقب مرض، والمرض ألح عليه حتى أماته. لكن يقول لي: والله أشعر أنني أكاد أموت ندما على هذا العمر المديد الذي أمضيته في المعاصي. هذا العمر، يعني أنا لا أغبط إلا شاب نشأ في طاعة الله. أنت شاب، بالإسلام ما في حرمان، بس في تنظيم، في سمو، في رقي. العمر فيما أفناه، الشباب فيما أبلاه، المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، العلم ماذا عمل به. هذه المراقبة أيها الإخوة. أما الاستقامة أيضاً من لوازم الإيمان بالله ومن لوازم التوحيد. الاستقامة أيها الإخوة تشمل صحة فهم الدين. استقامة
ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا، خذ عن الذين استقاموا عقيدتهم وتصوراتهم، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. سيدنا أبو بكر قال الاستقامة ألا تشرك بالله شيئا، سيدنا عمر قال الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، سيدنا عثمان قال استقاموا أخلصوا العمل لله، سيدنا علي قال استقاموا أدوا الفرائض. الاستقامة أيها الإخوة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، هي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء. الاستقامة فضلاً عن صحة العقيدة الثبات على الحق، أول مجال أن تأخذ عقيدتك عن الذين استقاموا أن تصح عقيدتك، والاستقامة أن تثبت على ما أنت عليه. قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقيم. شيء آخر أنه مع الاستقامة لا بد من المقاربة، سددوا وقاربوا، هذا رد على الغلو في الدين، ورد على التشدد، ورد على التطرف، ورد على المبالغة، سددوا وقاربوا. ومن جوانب الاستقامة الاستقامة في القول والعمل، أول استقامة صحة العقيدة، ثاني استقامة الثبات على هذا الدين والاستمرار، وإن الله يحب من الأعمال أدومها وإن قل وكان عمله ديمة، والمعنى الثالث استقامة في القول والعمل. الآن الاستقامة يمكن أن تكون في علاقتك مع الله، ويمكن أن تكون في علاقتك مع العباد. مع العباد إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في رواية أخرى لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تجسسوا لا تحسسوا لا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، وفي رواية لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة إن الرجل يا رسول الله يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن ترد الحق وأن تظلم الناس هذا هو الكبر. أيها الإخوة، المراقبة والاستقامة من لوازم الإيمان بالله. لعلي ألححت أكثر مما يجب على أن العقيدة الصحيحة ليست أن تعلم ما ينبغي أن تعلم أو ما ينبغي أن تعتقد، لكن العقيدة الصحيحة الكاملة أن تعلم ما ينبغي أن تعتقد وأن تكون على ما ينبغي أن تكون، من استقامة ومن توكل ومن توحيد ومن مراقبة ومن أعمال صالحة. دائماً اسأل نفسك أين أنا من صفات المؤمن الناجي. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، وإنما الكرم بالتكرم، وإنما الحلم بالتحلم،
وروعة هذا الدرس أن ينقلب إلى سلوك، إلى سمت حسن، إلى صمت واعي، إلى نطق بذكر الله. أمرت أن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرةً. يعني لا يكون المسلم مسلماً إلا إذا كان متميزاً بأخلاقه وسمته وهيبته وسكونه. والحمد لله رب العالمين. أخ كريم يسأل: ما معنى أن يكون الإنسان لا تختلف جلوته عن خلوته؟ الجلوة وأنت بين الناس، والخلوة وأنت وحدك. فإذا إنسان بين الناس أتقن صلاته، وحده ما أتقن صلاته، ماذا في نفاق؟ إذا بين الناس غض بصره، أعوذ بالله، أعوذ بالله، وإذا كان وحده بحلق بصره مثلاً، هي مشكلة كبيرة، معنى في نفاق. بين الناس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، دائماً أما وحده يأكل كالبهائم. الذي تختلف جلوته عن خلوته في علامة نفاق، أما إذا كانت خلوتك كجلوتك، وسرك كعلانيتك، وظاهرك كباطنك، فهذا مظن الصلاح إن شاء الله. هذا المعنى. يقول: هل يحاسب المسلم على خواطره التي تخطر في نفسه؟ أولاً لا يحاسب، لكن في كلمة مرة قالها طبيب أعجبتني، كنت في أمريكا، قال لي كلمة طبيب، قال لي: هالشغلة هي كبيرة صغيرة؟ قلت له: شلون؟ قال لي: صغيرة إذا لحقتها، وكبيرة إذا أهملتها. تمام؟ خاطر كبير صغير، إذا كان تابعته وقصمته ما في مشكلة أبدا، لا تحاسب إلا على العمل. أما خاطرة، تابعت خواطر أصبحت فكرة، تابعت الخواطر أصبحت شهوة، تابعت أصبحت همة، تابعت أصبحت إرادة، تابعت أصبحت عمل، تابعت أدمنت عليه. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الخواطر كبيرة صغيرة، إن تابعت صغيرة، إن أهملت كبيرة. والحمد لله رب العالمين.